سهلة سريعة مفيدة. ثلاث كلمات لنصنع قطعة ديكور من الغراض القديمة الموجودة عندنا بالبيت. جاهزين؟ من أكثر الأشياء اللي موجودة بكثير من البيوت وما بنعرف شو نعمل فيهم بس ما بقى نعوزهم هن السيديات. اليوم رح أعلمكم كيف تحولوا هالسيدي لطاولة مميزة كثير وبطريقة كثير هينة تقدروا تقصوا السيديات من خلال نقعهم بمي سخنة، مي مغلية، ومن بعدها فيكم تقصوهم وبصيروا كثير هينين للقص.